خشيت الموت فهو الحياة، وإن اشتهيت السماء فهو الطريق، وإن أردت أن تتحرر من الظلام فهو النور، وإن طلبت طعاما فهو قوت الحياة. هو لك كل شيء، ما تشتهيه وما تحتاجه تجده فيه. احنا الحمد لله نشكر ربنا. الفريق اللي قبلنا قال ترنيمة مالي سواك، متهيألي خلاص حفظناها. يعني الترنيمة اللي جاية: مالي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، حلو ما أشهاك، نفسي لا تسلاك. دي جت بالصدفة على فكرة، ان الفريقين هيقولوا نفس الترنيمة، بس يا ريت زي ما ربنا اداهم نعمة كده وانتوا قلتوا معاهم، يا ريت ربنا يدينا نعمة في عينيكم وتقولوا انتوا كمان معانا. نرجع لمشكلتين تاني، هي مشكلة الكلام بين الترانيم، تاني حاجة مشكلة الموبايل. يعني نستغنى عن أشغالنا لمدة تلت ساعة الباقية، يا ريت أثناء الترانيم شغالة كل واحد بس إما يطفي الموبايل إما يوطي صوته. شكرا. شكرا على هدوءكم. مكاري بيقول لي قول لهم شكرا على الهدوء. لو سمحت هدوء بس، فاضل خدمه الترنيم تلت ساعه بالظبط او ربع ساعه.
هكذا الله أحبك مانحا لك الرجاء. كيف أيضا لا يهبك وقت ضيقك العذاب؟ كيف لا يحنو عليك رافعا فوق العناء؟ القي على الرب همك فهو يعولك. القي على الرب همك فهو يعولك. فاتكل عليه دوما واثقا في وعده. مثل طفل يستريح قلبك في حضنه. فهو لم ينسى رضيعا قد نسي من امه. فلجأ اليه تحيا صغيرة. كان في مرة ملك. الملك ده طلعت أسرار حربية من جيشه، طلعت الدولة المعادية ليه. فالملك ده أصدر أمر إن الجاسوس في بلده اللي هيتمسك وهيتعرف إن هو ده اللي باع أسرار بلد الحربية هيتجلد 100 جلدة. بعد ما قعدوا دوروا اكتشفوا إن اللي باع أسرار الدولة دي كانت الأميرة بنت الملك. وزي ما بيقول أوامر الملوك لا ترد، الملك أمر إن هي هتجلد 100 جلدة. وفعلا خدوا بنته في المكان اللي هيجلدوها فيه، لكن الملك ما استحملش إن هو يفضل في قصره وبنته في مكان تاني هتتجلد هتتعذب. قلع تاجه وقلع بيت ملكه، أخلى نفسه وراح لهم قال لهم أنا مش هقدر أغير قراري، مش هقدر أغير أمري إن الجلد يبقى 100 جلدة، بس سيبوني انا اتجلد مكانها. والملك فعلا اتجلد مكان بنته 100 جلدة. متهيألي المسيح عمل معنا اعظم من كده بكتير. المسيح حبنا بس مش مجرد ان هو اتجلد، المسيح اتصلب على خشبة العار علشاننا، علشانك وعلشاني وعلشاننا كلنا. متهيألي احنا ابسط حاجة نقوله يا رب احنا قلبنا ليك مديون. هي دي الترنيمة اللي جاية. للمنتهى احببتني، مريت عليا وقومتني، عليت مقامي وقدستني، انا قلبي ليك على طول مديون. يا ريت القرار سهل وطريقته سهله، يا ريت تحفظوه وتقولوا معانا. قلبي مديون لحبك ليا، رديت حياتي بنعمه غنيه، وعشان حنانك سبى حياتي. عشان حنانك سبى حياتي، وعشان جمالك ملى العيون، قلبي مديون.
دي احنا لازم نقف وقفة مع نفسنا فيها شوية. احنا بنتكلم عن الصلب فيها. طبعا اليومين دول احنا في الصيام الكبير. معنا هنا صور في السلايد لو تاخدوا بالكم منها. الصورة دي متصورة من كتاب الكفن. هي صورة حقيقية يعني من كتاب الكفن. احنا واخدينها على السلايد. دي بتوضح
السياط اللي كان بيتضرب بيه سيد الرب. السياط ده احنا هو مش سياط عادي، ده هو سياط في اخره ثلاث احبال وفي اخره عقل حديديه، او بيقولوا يعني عقل حديديه اما يعض. فالسياط لما كان بيتدرب على جسم سيد الرب كان بيتدرب كده، فالعقل الحديديه بتدخل في جسم سيد الرب بعد كده بيروح شايلها تاني. الم فظيع يعني مش عادي. في السورة الثانية إكليل الشوك، إكليل الشوك بيقولوا في الكتاب برضو إن الرسامين بيرسموا إكليل الشوك ده كأنه حاجة كده زي دايرة وبس، لكن هو كان طاقية كاملة من الشوك، ما كانتش حاجة عادية يعني، كان واخدين بالنا إن هو كان شوك كامل حوالين راس السيد الرب، مش حاجة عادية، لا دي طاقية كاملة من الشوك. ثالث صورة كده شوية كده دقة المسمار. بيقولوا زمان الرومان كانوا بيختاروا حاجة من الحاجتين، اللي هو يا إما صلب مسامير يا إما إن هم يربطوا الايدين على صليب الاحبال. هم اختاروا الاصعب سيد الرب، هنا كامله. في عندنا جزء من ترنيمه بيقول بالمسامير سمروا الايدين اللي ياما فتحت عينين. عارفين كم واحد عارف الترنيمه دي؟ بالمسامير سمروا الايدين اللي ياما فتحت عينين. هنسمعها من غدا الجزء بتاعها. ممكن هنعيد الترنيمه اللي فاتت، قلبي مديون هطلب طلب، اللي هيقدر يقف يرنمها معانا يقف، اللي نفسه فعلا يرنمها من قلبه يقوم يقف يرنمها معانا. قلبي مديون
Thank you.
خدمتنا كده خلصت. نتمنى ان تكونوا اتبسطتوا وصلت لكم رساله النهارده. سلمنا فسرنا نحمل ويكونوا وصلت لكم الرساله بتاعت الله يرعاني. نتمنى حاجتين، ان انتوا تصلوا لنا دايما وتذكرونا في صلواتكم، ولو اي حد مغترب هنا بره البلد يا ريت احنا نفسنا ننزل نخدم في حتت بره بني سويف. وكل سنه وانتم طيبين. لسه في فريق الحمل للوديع ليه خدمه تاني دلوقتي. شكرا. Yeah.
روحك.